أنا مرتاح، أنتوا قلقين. أوردت صحيفة النهار أخبار تناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أن مصرف لبنان استطاع خلال شهر واحد فقط من 15 أيلول حتى 15 تشرين الأول جمع نحو 1,100,000,000 دولار عبر منصة صيرفة والسوق الموازية، لافتين إلى أن هذه الأموال سيضخها المصرف في السوق بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشيل عون، الأمر الذي سيؤدي حتما لانخفاض سعر صرف الدولار إلى نحو 30,000 ليرة. هذا تزامن مع ما نشره رئيس تحرير جريدة البناء ناصر قنديل عبر تويتر تحت عنوان خفايا، حيث نقل عن مصدر مصرفي قوله: ثمة كلمة سر مالية في الأسواق تشير إلى قرار جهة فاعلة ماليا بشراء الدولارات من الأسواق لرفع سعر الدولار تمهيدا لجعله ينخفض بصورة دراماتيكية إلى سعر 30,000 ليرة مع نهاية ولاية عون. وفي هذا الإطار قال الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث للجديد: موضوع سعر صرف الدولار مرتبط بعدة اعتبارات وأصعدة اقتصادية نقدية وأيضا كمان سياسية، لهيك يعني تحديد موعد معين لانخفاض سعر الصرف أنه رقم 30 الشهر أو بعد ما يغادر الرئيس عون، بعتبر أنا أنه هو من الناحية العملية والعلمية غير دقيق، لأنه أنا من المقتنعين أنه سعر صرف الدولار اليوم وصل لمرحلة في عدة عوامل ممكن تساهم بتخفيضه إذا تمت. طبعا تحليلاتنا السابقة كانت بتقول أنه بشهر 10 الدولار بيلامس 40,000، وهذا اللي صار، لامس 40,000 وتخطاها بقليل وفقا للمعطيات والمضاربات وغياب الأفق وعدم وجود أفاق اقتصادي. أما اليوم في بعض الأفاق ممكن تساهم تخفيض سعر صرف الدولار مرحليا، وفي أفاق ممكن تساهم أيضا بنيويا. رح بلش بالأفاق المرحلية. اليوم مجرد تشكيل حكومة، إذا صار في حكومة بالأيام القليلة زائد توقيع اتفاق الترسيم، هذا أمر بيعطي انطباعات سياسية جيدة إلى تبعات اقتصادية. المفروض أي سوق منطقي يتأثر وينخفض سعر الدولار بعد تحسن الليرة. بعد اتفاق الترسيم حتى العملة عند العدو الإسرائيلي اتحسنت. هذا الأمر طبيعي. اليوم لما حدا بيوقع اتفاق ممكن يعطيه ويدر عليه استثمارات وأموال واقتصاد تتأثر الأسواق إيجابا، إلا أنه بلبنان لليوم بعد هذا الشيء ما صار. هذا الأمر يتعارض مع ما نشره موقع لبنان 24 الذي تحدث عن تقنين بدأه صرف السوق الموازية بشراء الدولار خلال الوقت الراهن، وذلك عبر وضع كوتا محددة لذلك. وفي هذا الإطار نقل الموقع تخوف أحد صرافي السوق الموازية من هبوط الدولار فجأة ما دفعهم لاتخاذ إجراء تقنن فيه عمليات الشراء للحد الأدنى خلال الأيام المقبلة لتجنب الخسائر. موضوع الترسيم اليوم واتفاق الترسيم له أثار إيجابية كبيرة بتغير بالمعادلة، والبدء بالتنقيب ومجرد الإعلان عن أن لبنان وقع الترسيم، عنا شركة موديز هذه اللي صنفت لبنان انه هو CC- اليوم عم تحكي انه هي حتحسن تصنيف لبنان الائتماني، يعني في امكانيه لاعاده الاستثمارات للبلد، خاصه انه في جو دولي واقليمي مريح بعد توقيع اتفاق الترسيم. كل هذا بيعطي انعكاس لاستثمارات اقتصاديه بتفوت من جزء منها على القطاع الرسمي، يعني على الدوله اللبنانيه، على المصرف المركزي. هذا امر جيد جدا. ليه؟ لانه كل الاموال كانت تفوت من تحويلات خارجيه كانت تروح لعند الجمهور. فمن هون انا عم برسم معطيات جديده لموضوع سعر الصرف والنقد، انه صار في امكانيه نضبطه نوعا ما او نرجمه نوعا ما ونمنع ارتفاعه الكارثي اللي كان متوقع قبل اتفاق الترسيم. يعني اتفاق الترسيم لا يستهان به، وان كنا منا سنوات لنطلع غاز، ولكن الاثار الاقتصاديه والنقديه ممكن تبلش بشكل سريع. نحن اليوم مصرف المركز اذا امتلك 3 مليار دولار بس او اكثر بقليل، ممكن يضبط سعر صرف الدولار لفتره طويله. هذا الامر بحاجه لهيك مبلغ تقريبا. هلا متوقع الاستثمارات تبلش تفوت على البلد، ومتوقع يصير في أموال ممكن تفوت. يعني إذا دخل المصرف المركزي هلأ ورجم سعر الصرف لأشهر لقدام، ممكن بعد دخول هيدي الأموال ترجع تهجم. فأنا خلاصة كلامي، أنا لا أتفق بتحديد ما بحب إنه في مواعيد إلى علاقة بأمور. أنا ما بنحكي تحليلنا مبني عايد النقاط. أنا أتفق إنه اليوم في عوامل أكيد لازم تنعمل من أجل تخفيض سعر الصرف، وأنا شخصيا بعدني من المقتنعين إنه اليوم مصرف المركز سيتدخل لينزل سعر الصرف، إنه لا إمكانية للاستمرار فيه بهذه الطريقة، مثلا الأمور الكارثية اللي بتأثر على حياة اللبنانيين.
يأتي ذلك في وقت زعم موقع النشرة وجود خطة انتقامية لدى حاكم مصرف لبنان رياض سلامي من رئيس الجمهورية ميشيل عون وفريقه، ارتأى فيها التدخل بقوة لإبقاء الدولار على هذا المستوى المرتفع، ناقلا عن قريبين من سلامي تأكيده على أن الأخير سيسعى بكل ما أوتي من قوة لحرمان عون من أي إنجاز ينسب إليه قبل انتهاء ولايته، وله ارتباط مباشر أو غير مباشر بملف ترسيم الحدود الذي أنجز. هذه المعلومات لاقت اعتراضا كبيرا من المحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فضل الذي قال في رد عبر تويتر: خبراء يا ناس يا عالم، معقول هالخبر؟ كانوا يقولوا قصقص ورق ساويهن ناس، هلأ صاروا يقولوا مزمز خبر وساويهن ورق. الخبراء قال: